وضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الرحمة، معكم أستاذ دكتور أحمد الجزار، أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب الأصلعين. احنا النهارده يا جماعه هنكمل مجموعه الحلقات اللي احنا كنا بنتناقش فيها قبل كده. احنا كنا قبل كده بنتناقش في حاجه اسمها تاخر الانجاب وطرق السليمه لعلاج تاخر الانجاب، وكلمنا فتره عن شغل اطفال انابيب، وكلمنا عن تاثير الاندومتريوزس. ولكن الحلقه اللي فاتت كنا ابتدينا نحط برنامج اسمه برنامج متابعه الحمل. يا ترى انا دلوقتي بقالي فتره بجري ورا موضوع حدوث حمل، الحمد لله انا ربنا وفقني وبقى عندي بيبي، يا ترى ايه الطرق السليمه اللي اضمن بيها ان الحمل بتاعي قدر الاستطاعة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ازاي يقدر بس يصل بي الى خط الامان، ان انا اصل بقى للشهر التاسع واصل الى مرحلة سيف على البيبي. وكنا بنقول اول الخطوات بتاعت هذا البرنامج ان لازم نتكلم في كذا نقطة. اول نقطة اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت كنا ابتدينا نتكلم على حاجة اسمها حساب الميعاد، يعني اخر دورة جاتني كانت امتى، يا ترى الميعاد اللي هيبقى المتوقع للولادة يتحسب ازاي. واتكلمنا المرة اللي فاتت في حاجة اسمها مجدون الفورمولا، قعدنا شرحنا ازاي هيتم طريقة الحساب، واتكلمنا ان الموضوع مختلف من عيانة دورتها منتظمة لعيانة دورتها غير منتظمة. ودخلنا بعد كده المرة اللي فاتت الى مقارنة مهمة قوي، ان احنا قعدنا نقارن يا ترى ايه الفرق ما بين الميعاد المحسوب من اخر دورة جت والميعاد المحسوب من السونار. وقلنا ان السونار مهم جدا في اول 3 اشهر، يعني على عكس ما الناس كلها متوقعه، لا اهميه السونار قويه جدا في اول 3 شهور من حدوث الحمل. ليه؟ لان الناس متوقعه اكتر ان انا لما اتفرج على السونار في الاخر هيبقى اوضح من السونار في الاول، وبيكلموا على فيجن يعني على رؤيه، ولكن لا احنا بنتكلم على دقه السونار، الداتا اللي انت هتاخدها في الفتره الاولانيه او البيانات التي تحصل عليها من جاردنج الميعاد من ناحيه الميعاد بس اللي بيتحسب بيبقى ليها اهميه مهمه جدا. طبعا السونار في كل فترة من فترات الحمل ليه أهمية، سواء السونار في أول 3 شهور، السونار في تاني 3 شهور، السونار في تالت شهور. يعني في التلات 9 شهور دول بنقسمهم إحنا إلى حاجة اسمها 3 تريمستر، الزون الأولاني، التلاتة الأولانيين، التلاتة التانيين، التلاتة التالتين. في كل مرحلة من دول لا ليه أهميته. المرحلة الأولانية بتهمني جدا عشان أطمن يا ترى حاجة اسمها اليوكساك، الكيس المحا حجمه شكله إيه، يا ترى شكل الساك البوزيشن بتاعها فين، اللي هي كيس الحمل اللي موجود في أي جزء من الرحم، يا ترى الفيتال بول اللي هو النطفة ابتدى يبان جواها نبض ولا ما ابتداش يبان جواها نبض، يا ترى عنق الرحم مقفول ولا مفتوح. الداتا دي ليها أهمية طبية بالنسبة لنا، أنا هقول مين هتعمل ربط، مين الحمل بتاعها ماشي جود ومين الحمل مش ماشي كويس، هقيس عند فترة معينة حاجة اسمها نيوكال ترانسلوسنسي، كل حاجة وليها فترتها الزمنية أثناء الثلاث شهور الأولانيين، وبعد كده الثلاث شهور التانيين برضو نفس المقاييس بنبتدي نتفرج على معدلات النمو، والثلاث شهور الأخرانيين برضو ليهم أهمية قصوى. ولكن هنرجع للنقطة الأساسية، احنا بنتكلم على طرق حساب الميعاد. طبعا حساب الميعاد مهم جدا، وأحيانا بيبقى فيه أخطاء، وكلمنا المرة اللي فاتت قلنا إيه؟ قلنا أحيانا هذه الأخطاء بتبقى ريفلكتد يعني تنعكس على الولادة، يعني تلاقي عيانة مثلا عندها سكر حمل، العيانة دي مش متشخصة يعني مش معروف إن عندها سكر حمل، ينتج عن كده إن هي عندها حاجة اسمها لارج سايزد فيتس، يعني حجم الجنين نفسه جوه بطنها، تلاقي معدلات النمو بتاعته أكبر من معدلات النمو الطبيعية. هل معنى معدلات النمو الطبيعية دي معناه إن البيبي هيتولد قبل الأوان؟ لا، ولكن الأخطاء بتحدث من هذه النقطة، ان يبتدي مثلا عيانه حجم السايز بتاع الجنين بتاعها اتفقنا ان هو حجمه كبير، فضلت العيانه تتابع هي مش عارفه انها مش متشخصه ان عندها سكر حمل، بتعمل تحاليل السكر الروتينيه اللي هي راح اعمل تحليل سكر صايم وفاطر. معانا اتصال نستقبله بعدين نكمل كلام. معانا ايمان، اتفضلي يا ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام يا ايمان. لو سمحت انا ممكن اسال ايمان، علي صوتك لو سمحتي. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي يا فندم. انا والده السنه اللي فاتت، ولدت السنه اللي فاتت زي اليومين دولت او قبل كده باسبوعين تقريبا. تمام. بس من يوم ما ولدت بقى وانا معايا مغص الدوره. من يوم ما ولدتي وانت معاكي يا امان مغص الدوره؟ مغص الدوره موجود مستمر، سواء هي موجوده او مش موجوده. تمام. ساعات بيزيد، ساعات بيبقى بستحمله، ساعات بيبقى جامد. تمام. ايمان انت والده طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي. طبيعي. ايمان انت بعد الولاده سخنتي او حاجه؟ لا بالعكس، ده انا خسيت جدا. خسيتي؟ لا انا مش بتكلم على زياده الوزن، بتكلم على درجه الحراره ارتفعت بعد الولاده او حاجه؟ لا 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 خالص، ما كانش فيه اي حاجه. لا. ايمان تستخدمي ايه المانع الحمل يا ايمان؟ جهاز مركبه لوب.
طيب ايمان، انت المغص ده موجود من ساعه الولاده لغايه دلوقتي مستمر معاكي؟ ملوش فترات معينه؟ ساعات بيروح وساعات بيجي. ساعات بيروح وساعات بيجي. بس ملوش فترات معينه في الشهر يا ايمان؟ يعني مفيش فتره بيبقى اعلى من التانيه؟ بيجي مع وجودها، بيجي مع وجود الدوره الشهريه. بيبقى جامد، ده انا ما بستحملهوش، ببقى تعبانه جدا. تمام يا ايمان، حاضر. انا هجاوبك على الاسباب كلها يا ايمان بتاعه الموضوع ده دلوقتي، وهقول لك تكشفي تسالي على 1 2 3 دلوقتي يا ايمان. بالنسبه لاتصال ايمان قبل ما نكمل الحوار بتاع الحلقه بتاعنا، ايمان بتقول ان هي حصل ولاده طبيعيه من سنه، ومن بعد الولاده الطبيعيه بتشتكي من مغص جامد بيجي اثناء الشهر كله، اكتر اثناء فتره الدوره الشهريه. حته وجود مغص، المغص ده ليه اسباب يا ايمان؟ الاسباب بتاعته اللي انا هبتدي احصرها لك دلوقتي. اول سبب موجود لسبب المغص هو طبعا استخدام اللوب، اهانا وجود اللولب نفسه هو بيعمل مغص لبعض السيدات حتى لو كان اللولب ده في مكانه. يعني احيانا احنا بنقول للعيانه ايه، انت بعد ما تركبي اللوب مثلا هتيجي بعد شهر او هتيجي بعد سنه، مره تانية بعد 6 شهور او سي بعد سنه، بعد اول شهر بتبتدي تشوف هل يا ترى اللولب ده في مكانه ولا لا. لان في بعض المرضى اثناء بعد تركيب اللولب بشويه ممكن يبتدي يحصل لها حاجه اسمها يوتران كونتراكشنز، يعني قبضات رحميه تبتدي تطرد اللوب ده تخليه لو ان بوزيشن، يعني بدل ما هو في اعلى الرحم لا يبتدي يبقى في اسفل جزء من الرحم. ينتج عن هذا الجزء ان الست تبتدي تشعر على طول بالام مستمره من المغص. المغص ده بيبقى حاجه اسمها كوليكس، كانه زي المغص بتاع الدوره الشهريه، كان في حاجه عايزه تنزل منها. طبعا وجود المغص ده بيفسر ان اللولب ده اصبح نازل في المنطقه بتاعت اسفل عنق الرحم. يبقى هنا اول خطوه حاجه مهمه ان احنا بنتكلم على سونار. والله لو انا مركب اللوب وفي داوت، في شك شويه، يبقى لازم ابتدي ابص واشوف السونار هل بيقول اللوب ده ديسبليسد ولا لا. يبقى ده السبب الاولاني للمغص يا امان، اول حاجه لازم هعمل سونار على اللوب. السبب الثاني اللي بيعمل مغص مستمر احيانا حاجه اسمها التهابات عنق الرحم. في بعض السيدات لما بتركب اللوب يبقى اللولب ليه حاجه اسمها فتل. الفتل دي يا جماعه بتبقى عباره عن حاجه اسمها ثريدز او خيوط نازله من اللوب. الخيوط دي اللي نازله من اللوب هي بتبقى نازله من منطقه عنق الرحم، عشان لما الست تيجي تحب تروح للطبيب عشان تشيل اللوب يبتدي يشد اللوب من الثريدز ويطلع بيه اللوب. المشكله بتاعت الثريدز اللي هي الفتل بتاعت اللولب او الفتلتين بتوع اللوب دول، هم مشكلتهم نزولهم من منطقه عنق الرحم ساعات بيطلع بعض البكتيريا اللي موجوده في المهبل، يطلعها عن طريق هي اسمها بكتيريا زي حاجه اسمها زي الكلاميديا المشهوره قوي. تبتدي البكتيريا دي تبتدي تطلع عن طريق حاجه اسمها الثريدز او الفتل بتاعت اللوب، وتبتدي تعمل التهابات في منطقه عنق الرحم. التهابات منطقه عنق الرحم دايما تشعر السيدات على طول بوجود مغص شديد ومستمر، وهذا المغص حتى بيبقى مستمر اكتر كمان مع العلاقه الزوجيه. مع احيانا في الوقت للتاني يبقى في بعض الافرازات اللي هي نازله زي الميه كتير، وتحس ان حاجه اسمها في الطب اسمها ليكوريه، تلاقي في افرازات نازله باستمرار وغديره. السبب الثالث اللي ممكن يعمل حاجه زي كده حاجه في الطب ان انا كان عندي في الرحم ده حاجه اسمها فايبرويد، يعني لوفيه او اندومتريوزس، عندي حاجه اسمها اندومتريوتك سيست اللي بنسميه كيس دموي، ودول مستبعدين لان ايمان ما اشتكتش ان كان عندها اي تاريخ مرضي قديم قبل كده من اي حاجه قبل كده، او لما كشفت قالوا لها اي حاجه. الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم دول هم اشهر الاسباب اللي يسببوا مغص مستمر. اذا المطلوب من ايمان دلوقتي هو ايه؟ كشف، بس مش كشف عادي، لا انا هكشف. واحد، هعمل سونار اشوف البوزيشن وضع اللوب ايه موجود جوه بطني. اتنين، لو فرضا قيل ان وضع اللوب ان هو مش كويس او وضع اللوب ساقط عن مكانه يبقى لازم يتشال في الحال. لو اللوب قالوا لا والله لا ده في مكانه بس كان اللوب ده حجمه كبير عليها شويه يفضل انها تغيره. معانا اتصال اخر. معانا اتصال اخر. منى اتفضلي يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. حضرتك طيب؟ كل سنه وانت طيبه يا مدام منى. لو سمحت، انا متجوزه ليا سنه ونص وما حصلش حمل. ايوه. وعملت اللهم صل على النبي بالتحليلات بتاعت الهرمونات كلها مظبوطه، بس مع هرمون اللبن هو اللي عالي شويه. تمام. الشهر اللي فات للدكتور لقى الهرمون اللبن عالي، عطاني البرشام اللي هو في العلبه، العلبه فيها حبيتين، عطاني لمده شهر. تمام. والله مثلا انا رحت للدكتور تاني، عملت متابعه تبويض، قالت لي التبويض كويس واعطاني ابره مفجره. جميل. بعد والزوج عمل تحليل طبعا يا منى. زوجك عمل تحليل؟ هو عمل تحليل بس هي السرعه بدل من 35 18. السرعه 18%. طيب وانت عملتي اشعه بالصبغه يا منى ولا ما عملتيش؟ ليه اشعه على قناه فالوب؟ كل ما اروح دكتور يقول لي انت مش محتاجه اشعه بالصبغه. وبقالك سنة ونص دلوقتي يا منى. تمام. ولو سمحت يا دكتور، والهرمون اللبن رحت له تاني نعشب، واخدت الابر المنشطة واخدت كلوميد الشهر ده، وحاسة بمغص من تحت وحلمة صدري وجعاني. تمام. ممكن يحصل حملة دكتور ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله الكريم. وانا بس هقول لك يا منى على خطوات تعمليها لو سمحت، تعمليها بالظبط برضه. حاضر يا منى. حاضر. ممكن لو سمحت
اسمع من التلفزيون. منى انا بص يا منى انا هجاوبك دلوقتي على التفاصيل بتاعه الحاجه بتاعتك وعايزك تركزي بس تعمليهم زي ما انا هقول لك دلوقتي. اول حاجه بالنسبه لك بالنسبه للزوج وجود الحركه بتاعه السائل المنوي 18% دي حاجه في الطب بنسميها حاجه اسمها اسينوسبيرمي، يعني حاجه اسمها ضعف الحركه الاماميه للسائل المنوي للزوج. ضعف الحركه الاماميه احيانا يا جماعه بيختلف الوضع من حد الى الاخر، يعني كلمه 18% ممكن تلاقي فيه بعض السيدات يبقى الزوج عنده شوية ضعف في الحركة ولكن بيحصل معها إخصاب، يعني بتقدر تحمل، وده مش معناه ان انت عندك مشكلة، انما هي المشكلة الرئيسية هي بالنسبة للزوج. وجود الأسينوسبيرميا وجود الضعف في الحركة الأمامية مش هنقدر نقول ان ده مش سبب، لا ده سبب وسبب مذكور في الطب، ان احيانا ضعف الحركة ينتج عنه حاجة اسمها ضعف في الإخصاب، يعني مش بس ان الحيوان المنوي ما يقدرش يعدي منطقه عنق الرحم، لا كمان احيانا بيبقى في حاجه اسمها ويك فيرتلايزيشن اللي هو ضعف الاخصاب للبيض. اذا عشان ابتدي احكم هل ال 18% دول هل افكتيف، هل لهم تاثير او مش تاثير، اذا انا لابد في حاجه في الطب اسمها بوست كويتال تيست او اسمه اختبار ما بعد الجماع. اختبار ما بعد الجماع في بعض الناس دلوقتي بتقول ايه؟ يقول لك اختبار بعد الجماع الدور بتاعه في الطب لا اصبح اهميته قليله. لا هو حقيقي اختبار بعد الجماع دوره مش قليل ولا حاجه، بالعكس هو ليه رول وبيكشف حاجات كتير جدا، بس بشرط ان انت توفر له العناصر الرئيسيه بتاعت التيست. يعني ايه؟ عشان انا اعمل الاختبار ده حقيقي اول خطوه لازم اعمله في الفيز والفتره الزمنيه بتاعته السليم، اللي هي حاجه اسمها البري اوفيلاتوري فيز اللي هي ما قبل فتره التبويض مباشره. خطوه رقم 2 لازم اضمن واكد 100% ان الزوجه عندها تبويض كويس. خطوه رقم 3 لازم اضمن واكد ان الزوجه ما عندهاش مشاكل في عنق الرحم من قبل ما اعمل التيست. خطوه رقم 4 لازم يكون عندي اللاج اللي هو الفتره الزمنيه اللي حصل فيها تاخير 48 ساعه قبل ما الزوج يبتدي يعمل علاقه زوجيه عشان اقول اختبار بعد الجماع ده كويس ولا وحش. لو انا وفرت عناصره السليمه يبقى انا اضمن 100% ان النتائج بتاعته هتكون فاليبل، لا ليها قيمه. طيب يبقى انت بالنسبه لك انا واحد محتاج حاجه اسمها بوست كويتال تيست عشان اعرف هل يا ترى السائل المنوي بتاع الزوج مع ضعف الحركه الموجود هل هو افكتيف في اختبار بعد الجماع ليه نتيجه ولا ملوش؟ يعني الحالات المنويه دي بتقدر توصل لمنطقه عنق الرحم وتعدي ولا ما بتعديش؟ اذا هنا في الزون ده اختبار بعد الجماع ليه اهميه مهمه قوي يا منى. خطوه رقم 2 لا انا لازم يروح لحد اندرولوجيست يعني حد بتاع امراض ذكوره ويبتدي ياخد علاج. خطوه رقم 3 مفيش حاجه اسمها هرمون لبن يا منى ياخر مريضه عن الانجاب لمده سنه ونص، مفيش حاجه اسمها كده في الطب. نمره 2 الدوستينكس اللي انت خدتيه الاورسين اللي انت خدتيهم دول هم فيري افكتيف واقوياء جدا، ده دواء اسمه كابرجولين وده قوي جدا، يعني لو كان هرمون اللبن ليه اي دور كان المفروض الدواء ده جاب لك نتيجه ما كنتش هتتاخري الفتره الزمنيه دي كلها. خطوه رقم 3 في الطب يا منى مفيش حاجه اسمها ان حد يقعد اكتر من سنه، الطب كله كل كتب كتبت كده، مفيش حاجه اسمها ان انا عديت سنه زمنيه منى وافضل قاعده ما اعملش اشعه بالصبغه، لا لازم هعمل اشعه على قنوات فالوب عشان اطمن 100% ان انا عندي قنوات فالوب ان هم بيتنت ان هم سالكين، بغض النظر ان انا ما عملتش اي عمليات قبل كده. يبقى بالنسبه لمنى لازم الزوج يروح لدكتور ذكوره، لازم ان هي تعمل اختبار بعد الجماع بطرقه السليمه، لازم ان هي خطوه رقم 3 تعمل اشعه على قنوات فالوب، وحكايه هرمون اللبن لا دي تشيليها من دماغك يا منى. اما بالنسبه للتبويض اللي انت واخدانه منشط الشهر ده ان شاء الله باذن الله الكريم مع المغص اللي انت وصفتيه ده معناه ان عندك تبويض كويس قوي، وده معناه ان انت مش محتاجه المنشطات الكتير اللي انت بتاخديها، فده لحد الخطوه دي اذا ما حصلش توفيق الشهر ده تبتدي تنفذي الخطوات اللي انا شرحتها دلوقتي يا منى. معانا اتصال اخر. معانا اتصال. اتفضلي يا وفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا وفاء، اتفضلي. حضرتك يا دكتوره انا كنت باخد حقن منع الحمل وقطعها بقالي سنتين. تمام. هي كل 3 اشهر. تمام يا فبعدين كان بيجي لي مغص كده عند فوق الرحم، فرحت كشفت الدكتوره قالت لي عندي قرحه وادتني علاج. تمام. فبعدها بشهرين رحت لدكتوره تانية قالت لي نفس المشكله وادتني علاج. وادتني بعدها حقنه منشطه ففاجئت هي قطعت لي الدوره الشهر ده عدت عن ميعادها 20 يوم. وجيت هي دلوقتي جات لي يوم الثلاث اللي عدى. وعامله لي مشكله دلوقتي بتنزل ما بتنزلش غير نقطتين اتنين بس. والنهارده 7 يوم. وفاء انت وزنك زاد او حاجه يا وفاء؟ نعم. وزنك الوزن زاد، جسمك تخن شويه؟ لا انا رفيعه خالص. حاضر يا وفاء، حاضر. انا الاثنين حاضر يا وفاء. معايا اتصال اخر استقبله. هناء اتفضلي. هناء. الو. ايوه السلام عليكم يا هناء. السلام عليكم. اتفضلي هناء. وعليكم السلام يا هناء، اتفضلي انا سامعك. لو سمحت يا دكتور انا كنت بالاول بقالي 8 سنين بستخدم برشام منع الحمل
وبعد كده دلوقتي بقالي سنة مركبة لوب. بعد كده من ساعة ما ركبته البريود مظبوطة، بتنزل كل 5 أيام. بعد كده بعدها بتخلص البريود بعدها بأسبوعين أو 10 أيام، يجي لي مغص جامد، ينزل 3 أيام أو يومين بريود. عملت سونار، عملت كل حاجة، فحوصات على مكان، هو في مكانه وسليم وكل حاجة، بس المغص شديد وبينزل بالدم. فأنا مش عارفة الدم ده هل إيه، مش عارفة. فجت الدكتورة مرض نساء قالت لي خدي كل فترة رمضان دي برشام منع الحمل مع اللولب. فده كده غلط ولا عايزي؟ عشان خاطر الدم اللي بينزل. عشان تصومي يعني، عايز ترفع الدم. حاضر يعني، حاضر. وهقولك مشكلة الدم دي، حاضر يعني. معايا اتصال اخر، ام منار اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتورة، انا والدة دي اللي 7 شهور وبستعمل برشام منع الحمل. تمام. ما جاتليش العادة لغاية دلوقتي. تمام. بس انا ممكن يعني ينفع اغيره ولا استمر عليه؟ حضرتك انت بترضعي ام منار؟ ايوه انا برضع طبعا. صح، وبتاخدي البرشام بتاع الرضاعه. طيب حاضر يا ام منار. معلش اسال حضرتك. اتفضلي يا فندم. معلش يا دكتور، انا حاسه بتقل تحت كده على طول يا دكتور. حاضر. انت والده طبيعي ولا قيصري يا ام منار؟ انا والده قيصري. حاضر يا ام منار. شكرا يا دكتور. تحت امرك يا فندم. معايا اتصال اخر، هناء من المنيا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي هناء. يا دكتور انا عندي 20 سنة وانسه، جالي مغص، رحت كشفت، الدكتور قال لي ان انا عندي جسيم دهن على المبايض. ايوه. ومغص دايم في بطني وجنبي. يعني بيجي لك مغص، يعني انت سبب ان انت رحتي كشفتي هناء كثره المغص اللي بيجي في بطنك. صح. ايوه. والدوره الشهريه بتيجي بألم جامد يا هناء؟ ايوه بيجي لي بتعب جامد. تمام. والكيسين اللي انت كشفتي عليهم دول، كشفتي عليهم قالوا لك في كيسين على المبيض، دول موجودين من قد ايه؟ بقالهم قد ايه؟ يعني السونار ده كان من امتى؟ لا هي جات لي مده قريبه مش بعيده. من مده قريبه، تمام. خدتي اي علاج ولا ما خدتيش يا هناء؟ لا هي ادتني حاجات، انت عندك التهاب في جدار المعده، فادتني جات لي شيل الالتهاب الاول واديكي حاجه تكسر الدهون دياتي. تمام، حاضر. قالت لك كيسين؟ ها؟ قالت لي كيسين. طيب في اي حاجه ثانيه هناء عايزه تقوليها؟ لا شكرا يا دكتور. طيب حاضر يعني. معايا اتصال اخر، ام يوسف اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، عايز اسال حضرتك على الحقنه اللي هي بتاعت منع الحمل. انا عندي بنت عندها شهرين وخدت الحقنه بعدها، بس بعد 20 يوم بالظبط جات لي الديف، المفروض ان هي ما تنزلش ديف، بس انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، اكمل فيها ولا اغير الوسيله؟ حاضر اجاوبك حالا. وكمان عايزه اعرف اضرارها بالله عليك يا دكتور. حاضر يا فندم، حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام يا موسى. هنبتدي يا جماعه نجاوب على الاتصالات بتاعتنا. كان الاتصال الثالث كان من وفاء، وكانت بتتكلم على انها خدت الديبو بروفيرا، وقالت ان الديبو بروفيرا كانت اللي هي الحقنه اللي هي بتاعت الثلاث شهور، وحقنه الثلاث شهور ده نفس الاتصال تقريبا قريب من الاتصال بتاع ام يوسف. بالنسبه لي الحقنه بتاعت الديبو بروفيرا يا جماعه هي وسيلة من منع الحمل غير مفضلة تماما، يعني هي كان من ضمن وسائل منع الحمل المذكورة، ولكن هذه الوسيلة غير مفضلة تماما، لأن الأضرار الجانبية الموجودة لهذه الحقنة كتير قوي. يعني أبسط ضرر ليها بتأثر على الحجم الغدة فوق الكظرية، وأنا مش مفضل خالص حاجة دي، غدة موجودة فوق الكلية وليها تأثير في إفراز الكورتيزون في الجسم، وليها دور مهم جدا في حاجة اسمها زيادة الشعر، اضطراب الدورة الشهرية، أحيانا حدوث حاجة اسمها أمينوريا، يعني ساعات تأخر الدورة الشهرية خالص، وأحيانا تعمل حاجة اسمها مينوراجيا ومينومتروراجيا، يعني تخلي الدورة تيجي باستمرار، سواء الدورة في أولها أو طوال الشهر تلاقي الدورة طول الشهر عمالة تنزل عليه. هي وسيلة من وسائل منع الحمل الغير مفضلة تماما. دايما يا جماعة لما نيجي نستخدم أي حاجة من وسائل منع الحمل، نستخدم الحاجة اللي هي لما يكون أنا أقدر أوقفها يبقى ماليش ضرر، يعني هسحب الوسيلة يبقى أنا معليش أي ريسك، معليش أي مخاطرات. إنما مشكلة الديبو بروفيرا أو مشكلة الحقنة اللي هي بتاعت الثلاث شهور إن تأثيرها ممتد. في بعض السيدات كانت بتحبها قوي عشان خاطر الدورة بتترفع، فتقول والله لا أنا بصلي وأصوم وأنا مستريح. لا، ما ده مش صح. ليه؟ لأن أنا مش عشان خاطر كده إن جسمي يبوظ، يعني لا أنا ما ينفعش إن أنا أبوظ الغدد في جسمي، وما ينفعش إن جسمي يزيد في الوزن، وما ينفعش يبقى عندي حاجة اسمها هيرجيتيزم يبقى زيادة شعر في جسمي، وما ينفعش حتى اللي عينيه اللي بياخدوها بعد شوية يلاقي إن بيحصل لهم حاجة اسمها ديسكالريشن أوف ذا سكين، يعني الجلد نفسه بيغمق. فأصلا الحقنة دي كانت وسيلة لمنع الحمل، لا هي مش مفضلة خالص خالص خالص. كل الأعراض اللي احنا بنسمعها، كلمة إن الدورة مثلا زي ما وفاء قالت، قال لك ساعات الدورة كانت بتأخر 20 يوم تأخير وبعدين تيجي. جات أم يوسف قالت لك والله لا ده بعد 20 يوم من الحقنة لقيت البيريود جت. كل دي اسمها الأخطاء
الجانبية أو الأعراض الجانبية لتأثير الحقنة بتاعت الدابوبروفيرا، وهي وسيلة مش مستحب. عايز استخدم لها يا جماعة في حاجات حديثة، أنا ممكن استخدم لوب، ممكن استخدم لوب ميرينا لولب هرموني، بلاش اللولب الهرموني لو غالي وسعره غالي، ممكن استخدم لولب عادية جدا اللي هي السيلفر. لو انا والله الحبوب بتاعت منع الحمل، في حاجه اسمها الجيل الرابع من حبوب منع الحمل، ملهاش اي تاثير ولا اعراض جانبيه، غير ان انا استخدم حاجه هي حاجه اسمها ديبو ديبو، يعني حاجه اسمها سلو ريليز. سلو ريليز يعني بيطلع في الدوره الدمويه ببطء، فتاثير هذه الحقنه انه هيفضل الاكشن والفعل بتاعها ممتد فتره طويله، يفضل شغال في الجسم. طبعا هي المفروض بتتاخد كل 3 شهور، تاثيرها اكتر من 3 شهور، ولكن هي مش مستحبه كوسيله لمنع الحمل. فلو رجاء سواء بالنسبة للوفاة أو سواء بالنسبة لميوسف، وسيلة الدبوبروفيرا أو كوسيلة لمنع الحمل لا غير مستحبة، ويفضل استبدالها بنوع من أنواع الحبوب بتاعت الجيل الرابع. تأثير الحقنة دي بيقدر يروح من الجسم، أكتر عقار بيقدر يشيل تأثير الحقنة من الجسم هو نوع من أنواع حبوب منع الحمل مشهورة اسمها جينيرا. الجينيرا دي كحبوب منع الحمل فيها استروجين وبروجسترون، بتقدر تسحب معظم العنين اللي بيبقى عندهم شكاوى من الدبوبروفيرا. أول ما يبدأوا ياخدوا الحبوب دي ياخدوها شهر واحد، فبيقدر ياخدها شهر واحد بتشيل تأثير هذه الحقنة من جسمه. ولكن بالنسبة لميوسف ما تقدرش تكمل على الجينيرا كوسيلة لمنع الحمل لأن هي بتردع. أما بالنسبة للرضاعة نفسها، هي عندها القدرة على أنها ترفع الدورة الشهرية وتأخرها، عشان بس ميوسف تبقى فاهمة أو برضو وفاة تبقى فاهمة، أن وجود رضاعة بيرفع الدورة الشهرية بغض النظر أن خدت الدبوبروفيرا أو ما خدتش الدبوبروفيرا، بس الحقنة كسايد إفكس أو كعراج جانبية زي ما اتفقنا يفضل تجنبها. كان عندنا اتصال اخر من هناك بتتكلم بتقول ان هي بالها يعني استخدمت وسيله منع الحمل كبرشام لمنع الحمل وبعدين ركبت لولب، واللولب بتقول ان الدوره مظبوطه مع اللوب، وبتقول لحظه ان هي بعد الدوره بتيجي في ميعادها، ولكن بعد انتهاء الدوره الشهريه بحوالي اسبوع اسبوعين بتلاقي بيحصل عندها حاجه اسمها سبوتنج، يعني نقط دم بتنزل لمده 3 ايام وبعد كده تترفع وبعد كده يجي الدوره الثانيه العاديه. الحاجات المعروفه قوي هنا ان اللوبس دايما بيبقى معاها حاجه اسمها ويزرول بليدنج، يعني بينزل حاجه اسمها سبوتنج، تنقيط دم بينزل احيانا في فترات من الشهر، دي واحده من الاعراض الجانبيه بتاعت اللوب. ولكن انت الوصف اللي بتوصفيه ان هذا الدم بينزل في الفتره بتاعت الاباضه، فتره التبويض، وده معناه ان لما بيحصل عندك تبويض في حاجه اسمها بيك اوف استروجين، ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين، وبينزل تاني في الفتره بتاعت الاباضه. حدوث الحركه دي هو بينزل لك نقط الدم اللي انت بتتكلمي عليها لمده 3 ايام في الفتره بتاعت التبويض. اما بالنسبه ازاي تتغلبي على المشكله دي، المشكله دي التغلب عليها سهل جدا، وهو ان انا اخد حاجه من عقار اسمه بروجسترون، يعني هاخد مثلا حاجه زي مثلا ستيرونات نور او سيدولوت نور، هاخده في الفتره اللي بينزل فيها السبوتنج، يعني اول ما يظهر اي علامه من الكلام ده باخد الاستيرونات نور او سيدولوت نور، باخده حبايه صبح وبالليل لمده 3 ايام او 4 ايام اللي بيحصل فيها السبوتنج، اشيل التاثير او العرض الجانبي بتاع الوزدروه اللي بيحصل. يبقى انا لو خدت دواء زي سيدولوت نور او ستيرونات نور لمده 3 ايام في الفتره اللي بيحصل فيها السبوتنج نقط الدم، مش هيبقى عندي مشكله. اما بالنسبه للسؤال الاخر اللي انت كلمتي عليه، قصه ان انا بستخدم حبوب منع الحمل وباخدها طول الشهر عشان خاطر في شهر رمضان ما ينزلش عليا دم وتعلق الدوره الشهريه، هو حبوب منع الحمل هتديك التاثير ده فعلا وهترفع الدوره الشهريه لو انت عايزه تصومي شهر رمضان كله، صح؟ ولكن استخدام وسيله فوق وسيله ما هواش بالنسبه لك فيه ضرر قوي، ولكن بشرط ما يكونش عندك بقى جسمك زايد فحبوب منع الحمل تتعبك، ما يكونش ضغطك بيعلى فحبوب منع الحمل تتعبك، ما يكونش ان انت كان عندك اي تاريخ مرضي لاي امراض من امراض الاوعيه الدمويه فحبوب منع الحمل يعني تتعبك. فلازم نركز يا جماعه، لو انا هستخدم حبوب يبقى لازم اكون عارف ان الحبوب وسيله مناسبه ليا، الدكتور عارفني كويس كمريض وبيكتب لي الحبوب وعارف التاريخ المرضي بتاعي انا كويس، عشان لما اكتب حاجه يبقى انا متاكد 100% ان مفيش ضرر متوقع على المريض من كده. كانت اتصال اخر من ام منار، كانت بتقول انها بتستخدم ساعات البرشام بتاعت منع الحمل، وكانت بتقول ان هي مع البرشام بتاع منع الحمل لاحظت ان هي ما بينزلش عليها الدوره الشهريه، بس ام منار كانت اثناء الرضاعه. طبعا يا ام منار اثناء الرضاعه لو انا باخد دواء زي برشام منع الحمل يبقى انت بتاخدي برشام منع الحمل بتاع الرضاعه، يعني غالبا حضرتك بتاخدي مايكرولوت او اكزولوتون، سواء بتاخدي ده او بتاخدي دواء الحبوب بتاعت منع الحمل اللي بتستخدم اثناء فتره الرضاعه، احنا اتفقنا ان الرضاعه لوحدها عندها قدره على انها ترفع الدوره الشهريه. ولو انا باخد الحبوب بتاعت الرضاعه، حبوب الرضاعه مش من ضمن شروطها تماما ان الدوره الشهريه تيجي، يعني ممكن اكون باخد الحبوب بتاع الرضاعه والدوره الشهريه تفضل سنه كامله ما تنزلش،
ليه؟ لان هذه الحبوب ما بتشتغلش بفكره ان انت ينزل عليكي دوره مومنار او ان الدوره الشهريه تنزل، لا هي ما بتشتغلش كده، هي بتشتغل عن طريق انها بتبوظ حاجه اسمها الافرازات بتاعه السيرفايكال ميوكس اللي هي بتاعه عنق الرحم اللي بتساعد الحيوان المنوي انه يعدي من منطقه عنق الرحم، وبتعمل خلل في الهرمون بتاع الاباضه. فاذا هي حبوب الرضاعه هي مش بتاثر ان انت منتظره الدوره الشهريه تيجي، لا الدوره الشهريه ممكن ما تجيش عادي جدا يا ام منار وتبقي بتكملي على الحبوب. كل المطلوب منك الانتظام في الميعاد، لان المشاكل كلها يا جماعه ما بتحصلش من حبوب الرضاعه الا في حاله خلل معين، هو ان انا باخد الحبوب وانسى الساعه، انسى يوم، اغير الميعاد اللي انا باخد فيه، ومن هنا يبتدي البالسز بتاعه الحبايه اللي هي حاجه اسمها نبضه الحبه وتاثيرها على الافرازات بتاعه عنق الرحم يبتدي يحصل فيها اختلاف، ومن هنا ممكن يجي بقى تلاقي ايه فرص الحمل حصلت. عشان كده بنقول الحبوب الرضاعه اللي مع الحمل نسب الفشل عاليه فيها، السبب الرئيسي اللي هي نسب الفشل هو الخلل اللي البني ادم نفسه بيعمله، يعني اللي العام بيعمله ما خدش الحبايه في ميعادها او عدم الانتظام في عدد الحبايه، انما نزول الدوره وعدم نزولها المومنار ملوش اي اهميه. اما بالنسبه للالام اللي بتيجي مع القيصريه، الالام اللي بتيجي مع القيصريه دي ممكن ليها اسباب كتير قوي، اهمها لازم تطمني من افرازات عنق الرحم وتعملي فحص العنق الرحم. معانا اتصال، معانا اتصال. اكرام من القاهره. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا مدام اكرام، اتفضلي. صباح الخير. طيب. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. انا عندي مرات اخويا حضرتك نزل عليها دم من الشهر الرابع. ايوه. ودلوقتي نزل عليها من اول يوم رمضان صامت، وخدت علاج واترفع الدم. تمام. وصامت اول يوم ونزل عليها دم تاني، وهي عندها انيميا على طول من اول الحمل. تمام. فاحنا عايزين نعرف الدكتور بتاعها اللي كتب لها بروفينيت بس، فعايزين نعرف يعني علاجها ايه. تمام، حاضر حاضر اجاوبك حالا يا مدام اكرام. حاضر. معايا اتصال اخر، ندى من الفيوم. اتفضلي يا ندى. السلام عليكم. عليك السلام يا مدام ندى، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي 9 شهور. ايوه. كشفت من شهرين كده او 3، وكان عندي ضعف في التبويض، ولكن أيوة. الحمد لله مع العلاج وعملت متابعه التبويض طلعت يعني نسبه التبويض كانت كويسه جدا. تمام. لكن الدوره بقى هي منتظمه معايا، لكن الشهر اللي فات يعني اخرت عن ميعادها 6 ايام، فيعني كنت احسب ان في حمل ونزلت بعد 6 ايام، فانا عايزه اعرف منك يعني سبب تاخير 6 ايام ده ايه. حاضر اجاوبك. حاضر يا ندى. والحمد لله وجودي عمل تحليل، نسبه التحليل كويسه جدا، ما فيش اي مشكله. حاضر يا ندى. حاضر. فيعني يا ريت تدليني على الصح وتقول لي ايه ممكن يكون تاخير الانجاب لحد دلوقتي. حاضر يا ندى باذن الله الكريم. حاضر. معايا اتصال اخر، ام يمنى. اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور. ايوه فندم، السلام عليكم، اتفضلي. دلوقتي يا دكتور انا كنت ركبت اللوب حوالي 6 شهور. فبعدين اما انا شلته عمل لي التهابات صعبه قوي قوي قوي، واثناء الجماع بحس بوجع صعب شديد قوي قوي قوي. حاضر. وبقال الوقت حوالي 1.5 سنة ما فيش حمل بيحصل خالص. دكتور يقول لي عنده القرحه، والثاني يقول لي لا ده انت عايزه اشعه بالصبغه، فراي حضرتك ايه؟ اجاوبك. حاضر يا ام يمنى. حاضر. حاضر. معايا اتصال اخر، امة الله. اتفضلي يا امة الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ايوه يا دكتور، انا عايز اسال عن الحبوب اللي هو برشام مانع الحمل، اما نيجي لسن 40 سنه المفروض ان احنا ما ناخدهوش عشان بيجيب المرض اللي هو الخبيث. تمام. حصلت حاله قدامي يعني كانت بتاخد على اساس ان هي تعمل يعني زيادة عن ضعف التبويض تقريبا او حاجه من دي عشان تخلف ولد لجوزها، فلا قدر الله حصل لها كانها المرض دوم في صدرها، بعد كده اتنقل لها في الغدد، فانا عايز اعرف هو ده من برشام نفسه ولا من ايه؟ حاضر يا امه الله. شكرا. معايا اتصال اخر، ام عمر. اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا فندم. عليك السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. الحمد لله. انا يا دكتور عندي مشكله يعني غريبه قوي. اتفضلي يا فندم. قعدت بقالي اكتر من 1.5 سنة بعالج الالتهابات والافرازات. تمام. ومفيش دكتور جاب معايا نتيجه، اتعاملت مع كذا دكتور وكذا طبيبه يعني مفيش حد جاب معايا نتيجه. واخر حاجه الدكتوره كاتب لي على كبسوله باخدها كل اسبوع لمده 6 شهور، لما يخلص مفعولها برضه بتنزل التهابات تاني. تمام. وانت يا ماما بالنسبه للوسائل، معلش حضرتك. اتفضلي. بالنسبه لوسائل منع الحمل. ايوه. مفيش وسيله مريحاني بالنسبه للبريود. تمام. يعني كلها يعني البريود بتعتبر ملخبطه عندي جدا، فانا مش عارفه ده سبب الالتهابات والافرازات المداومه ديت ولا ايه بالظبط. حاضر يا ماما. حاضر. حاضر.
معايا اتصال اخر. ام ايه اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ام ايه اتفضلي يا فندم. من فضلك يا دكتور، انا عندي ولد وبنت 2 سنين و9 شهور، وساعه بنتي كنت جربت الشريط بس ما مرتحتش عليه خالص، وساعه ابني دلوقتي برضو ماشي على برشام انا الحمل وماشي مع الرضاعه وبرضو مش مرتاحه. انا اساسا ما برتاحش البرشام بصراحه، لان انا الاثنين سنهم صغير وبيبقى في احتمال ان انا ممكن انساه، فانا يعني كنت نفسي في وسيله تكون كويسه وفي نفس الوقت ايه يعني ما يحصلش فيها حمل خالص دلوقتي لانه الاثنين لسه صغيرين، بس مش عارفه بصراحه اخد ايه. يعني انا عايزه البرشام والشريط جربته قبل كده ونزفت منه، فمش عارفه بصراحه ايه الوسيله اللي انا ممكن اخدها تاني يعني تنفع معايا حتى يعني ما يكبروا شويه. فممكن حضرتك بس يعني تقول لي اجاوبك. حاضر يا انا ساعه ما ركبت الشريط ركبت اللي هو العادي اللي في الواحد الصحيح بيتركب ده بصراحه. حاضر يا هجاوبك حالا. يعني معايا اتصال اخر. سعيد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ سعيد اتفضل. سمعت دكتور، كانت زوجتي في الحمل الاول بعد الحمل الاول كانت استعملت مايكرو لوت للرضاعه دوت، ولكن كان بيعمل مشاكل جامده جدا في البيريو، كانت بتيجي كتير جدا يعني ما بتتقطعش، يعني اسبوع وتيجي تاني او اسبوعين وتيجي تاني، وكان فيها لخبطه شديده. فهي بعد ما بطلته دلوقتي هي برضو الولاده الثانيه هي مش عارفه دلوقتي، يعني هي لسه يا دوبك فتره النفاس منتهيه فمش عارفه تستعمل ايه. يعني حضرتك لسه بتقول دلوقتي ان البرشام بتاع الرضاعه دوت ما بيعملش مشاكل، لكن هي معاها هي عمل مشاكل في البريود. تمام. حضرتك تنصحنا تستعمل ايه كوسيله يعني لمنع الحمل؟ حاضر انا هجاوبك حتى حل مشكله. حاضر استاذ. وكان في برضه دكتور مشكله ثانيه من فضل حضرتك، كانت هي بعد الولاده كان في زي فتله صغيره او حاجه يعني موجوده فضلت فتره وبعد كده نزلت شويه اكتر لتحت وبعد كده اختفت خالص. تمام. ما كانش فيه خياطه هي والده طبيعي وما كانش فيه خياطه ولا حاجه. حاضر اجاوبك. حاضر ماشي جزاك الله خير يا دكتور. شكرا جزيلا. معايا اتصال اخر. وفاء. ايوه السلام عليكم دكتور. عليك السلام يا وفاء اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا بقالي سنه ونص متجوزه. ايوه. بس في الاول عايزه اقول لحضرتك ان جوزي بيسافر بس بيجي ممكن ياخد 20 يوم بره ويعني تقريبا اسبوع معايا. تمام. بس بنحاول ان احنا بيجي ان هو فتره التبويض. فزوجي عمل تحليل طلع 60 مليون والحركه 70% وفي تشوهات 30%. تمام. بالنسبه للتحليل ده كده كويس؟ ده كده كويس يا وفاء. طيب يا دكتور، انا بالنسبه لي انا عملت تحليلات فكان البرولاكتين كان عالي شويه فتعالجت، اخذت الدوستينكس اللي هو القرصين، كنت اخد كورسات علاج ومجرد بسيب العلاج قعد شهرين اروح الاقي الهرمون يعلى ثاني، بعمل متابعه تبويض كل شهر بلاقي شهر كويس وشهر مش كويس. فالدكتوره قالت لي انت عندك شويه تكيسات وحطني سيدوفاج، باخد قرصين بالليل 850 وباخد دوبرجين قرص بالليل برضو، وقالت لي مشي عليهم وبقالي 3 شهور وبرضو ما بيحصلش حمل يعني. حاضر يا وفاء انا هجاوبك على خطواتي بالنسبه لك يا وفاء. حاضر. كان معانا اتصال اول بقى يا جماعه، الاتصال الاولاني هنراجع مع بعض. كان معانا اتصال من هناء من المنيا، وهناء من المنيا كانت بتقول ان عندها 20 سنه وكانت انسه، وكانت المشكله الرئيسيه بالنسبه لها ان راحت عملت سونار قالوا لها انت عندك اكياس موجوده في الحوض، 2 كيس موجودين عندك هناء، وكانوا بيقولوا لها ان سبب المغص العنيف اللي عندك هو سبب الاكياس اللي موجوده. بصي هنا بالنسبه لموضوع الاكياس الموجوده في سن 20 سنه وبتسبب مغص، هو اكتر حاجه بتعمل كده حاجه في الطب اسمها الاندومتريوزس او بيسموه اكياس البطانه الرحميه المهاجره، او بيتسمى حاجه اسمها الشوكليت سيست او بيقولوا عليه كيس الشوكليت، يعني الكيس اللي مليان ماتيريال شبه الشوكولاته يعني. فاشهر سبب يعمل البين والالم دوت هو حاجه اسمها الشوكليت سيست. فاذا اول حاجه انا طالبها مهمه قوي هنا، انا عايز اعاده لهذا السونار مع حد افيشنت، يعني تروحي لحد كويس جدا سوناريست بتاع سونار بتاع اشعه تلفزيونيه، او تروحي لحد من دكاتره النساء والولاده الكويسين تبتدي تعملي سونار، لان الكلام ده هيفرق معاكي جدا في خطوط العلاج. هل ده كيس دموي ولا ده فعلا كيس مايا فانكشنال سيست؟ لو ده كيس وظيفي زي كيس اللي هو الفانكشنال سيست والحاجات دي المفروض بتروح بان انا استخدم حاجه زي الكونتراسيبتيف بيلز زي حبوب منع الحمل لمده 3 شهور، او ان انا رجلت الدوره بسايكلو بروجينوفا 3 اشهر، بتلاقي الكيس ده اختفى. انما في حاله الاندومتريوزس او الاكياس الدمويه هذه الاكياس لا تختفي، لا هتفضل موجوده، ودي ليها طرق للعلاج
عند يعني ايه اللي ليها خطوات، هل انا بقى احتاج اعمل لاباراسكوب من زرع، هل انا احتاج علاج شكله ايه. فلازم اول خطوه بالنسبه لهنا اروح لحد واكد التشخيص، هل ده فعلا كيس دموي ولا حاجه اسمها كيس دهني، هل ايه الفرق ما بين الاثنين. الفرق ده خط علاج وده خط علاج مختلف تماما يا هناء. يبقى اول حاجه مطلوبه من هناء من المنيا، اول حاجه مطلوبه لازم نعمل سونار كويس يا هناء لو سمحتي. هنيجي نخش بعد كده على اتصال اخر جه من مدام اكرام، بتقول ان كانت حد من قرايبها حامل في الشهر الرابع ونزل عليها دم في الشهر الرابع وصامت فنزل عليها دم تاني، وقالت ان عندها انيميا وقالت انها عايزه تعرف ايه الصح بالنسبه لموضوع الدم. طبعا بالنسبه مدام اكرام الاتصال اللي انت قلتي عليه، لو عينه حامل في 4 شهور ونزل عليها دم، اكتر في اسباب طبعا كتير بتتحط لهذا الموضوع. في اول سبب في الشهر الرابع احيانا ضعف عنق الرحم بينزل نقط دم، احيانا المجهود بينزل نقط دم، احيانا حاجه اسمها كوريوديسيدوال سيبريشن يعني انفصال جزئي للمشيمه عن الرحم بينزل دم، احيانا العلاقه الزوجيه ينزل معاها دم، احيانا بيبقى في حاجه اسمها ضعف في الدم زي الانيميا اللي انت وصفتيها انها تخلي العيانه بريدسبوز ينزل عليها دم، احيانا ضعف عناصر التجلط في الدوره الدمويه تخلي الست ينزل عليها دم. ففي عناصر كتير يا اكرام تقدر تتدخل وتتسبب في قصه ان ينزل دم. في جميع الاحوال هذه المدام محتاجه 1 راحه تامه في السرير، 2 لو الصيام من العناصر اللي بيساعدها على انها بينزل عليها دم يبقى مش هينفع تصوم، ونمره 2 احنا بنقول دايما يا جماعه العيان اللي عنده انيميا او العيان اللي عنده سكر حمل او العيان اللي عنده القلب او العيان اللي عنده ضغط مرتفع مع الحمل او العيان اللي حامل في توينز في توائم، هذه العيانين هم العيانين اللي معاهم رخص باينه جدا بان لازم تفطر معايا. ليه؟ لان هذه الاشخاص هم عرضه لمشاكل كبيره جدا باستمرار فتره الصيام او نقص كميه التغذيه بالنسبه له، او الخلل اللي يحدث في حاجه اسمها ان ما فيش حاجه اسمها ريجولار دايت، يعني ما فيش وجبات منتظمه. فبالنسبه لمدام اكرام لو سمحتي بالنسبه لك المفروض الصيام بالنسبه لها دي عندها انيميا بينزل عليها دم مع الحمل، لا مش مستحب خالص انها تصوم. خطوه رقم 2 ان هي لازم تاخد ادويه زي عقار اسمه البرونتوجست، ده لازم تاخده مره كل 3 ايام وبعد كده بتكمل على حقنه كل اسبوع، ولازم تاخد حاجه مثبته زي الدوفاستون مثلا تمشي عليها زي الديدروجسترون تكمل عليه. يبقى لازم هتمشي على ادويه مثبته قدر الاستطاع عشان تساعد ان الدم ده ما ينزلش. ولازم اعمل خطوه يعني حاجه مهمه جدا، لازم اعمل سونار اعرف والله الدم ده نازل من انهي جزء، وهل الانفصال اللي موجود ده شكله قد ايه، يعني السونار بيقول ايه في الوضع بتاع الحاله بتاعتها مدام اكرام. يبقى اتفقنا الصيام مش هينفع، اتفقنا لازم تاخد علاج للانيميا محترم، اتفقنا انها لازم تاخد حقن مثبته محترمه ولازم تاخد علاج مثبت محترم، 4 الراحه التامه بالنسبه لها. نيجي بعد كده كان معانا اتصال اخر من مدام ندى، كانت بتقول والله ان انا كان بقالي 9 شهور كشفت ولقت ان الطبيب بتاعها كويس وكانت دورتها مظبوطه، واخر دوره بس اللي لقيت انها اتاخرت عليها 6 ايام، وكانت ندى بتسال يا ترى ايه سبب تاخير الدوره 6 ايام مع ان الدوره كانت مظبوطه قبل كده. ندى في حاجات كتير قوي ممكن تاخر الدوره 6 ايام 5 ايام وات ايفر، في حاجات كتير تقدر تاخرها. اول سبب مشهور قوي يا ندى، لو اي واحده في الدنيا تبويضها بيطلع عاده في اليوم ال 13 او ال 14 يبقى الست دي دورتها على 27 يوم 28 يوم. لو الست دي طلعت البويضه الشهريه في الشهر ده مش في ال 13 او ال 14 اللي هو المعتاد بالنسبه لها، لا طلعته في اليوم ال 17 او ال 18، حصل تاخير 5 ايام عن اللي هي متعوده عليه، بدل ال 13 بقى ال 18. في هذا التاخير او الخمس او 6 ايام اللي احنا بنتكلم عليهم هياخروا الدوره الشهريه في نزولها 6 ايام يا ندى. يبقى اشهر سبب لتاخير الدوره عدد معين من الايام هو اختلاف فتره التبويض من اليوم المعتاد عليه الى ميعاد بعد كده. اختلاف ميعاد التبويض ينتج عنه بالفعل اختلاف لميعاد نزول الدوره الشهريه اللي جايه. يبقى اول خطوه يا ندى هي ايه؟ اختلاف ميعاد التبويض. طيب الحاجه الثانيه، لو اي واحده ست في الدنيا خدت منشطات للتبويض، يعني مثلا خدت عقار زي كلوميد عشان تنشط التبويض عشان يحصل حمل، ممكن اخد الكلوميد ده ياخر الدوره الشهريه كام يوم لو حصل ان البويضه الشهريه اللي اتكونت عملت حاجه اسمها فوليكولار سيست، يعني عملت بويضه حجمها كبير وما انفجرش الول بتاعها، يعني ما خرجتش من المبيض، دي تروح معلقه الدوره الشهريه احيانا لخمس وست ايام. يبقى اول خطوه يا ندى احنا جاوبنا عليها قصه الاضطراب اللي حصل خلال الست ايام دول ايه. بس يا ندى لازم يا جماعه نحط في رولز وفي قواعد، اي عيان في الدنيا عنده تاخير في الانجاب في قواعد 1 2 3 4 5 لازم يكون عاملهم كلهم، عاملهم عشان خاطر يبقى الشغل كله مظبوط. 1 حاجه اسمها فحوصات الهرمونات، ندى انت قلتي لي انا كشفت وعملت متابعه تبويض بس ما كلمتنيش ان انت عملتي تحاليل. واحيانا لما بتكلم على تحاليل يا جماعه الناس كلها بتفتكر كلمه تحليل هرمونات يبقى معناها تحليل هرمون اللبن، لا
تحليل هرمون اللبن ده يا جماعه ده واحد من الفحوصات الهرمونيه بتاعت اي ست في الدنيا، واحد. انما هم عددهم لا، انا لازم اعمل في ثالث يوم حاجه اسمها اف اس اتش وال اتش واي 2، لازم اعملهم في ثالث يوم الدوره، لازم اعمل في دي 21 مثلا اعمل بروجسترون وبرولاكتين وتي اس اتش، لازم اعمل في فترات خلال نفس الشهر اعمل مستوى هرمون التوتال تستوستيرون ده في اي يوم من الشهر، لازم اكون عامل حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري. في بعض الفحوصات اسمها فحوصات الهرمونات يا جماعه، الفحوصات دي انا هقولها تاني لان في سؤال تاني جاني بنفس الحوار هجاوب عليه بعد شويه، ان لازم ما يبقاش تحليل اسمه هرمون اللبن بس، لا الفحوصات الهرمونيه كلها بتقول ايه. فاول حاجه انا عايز اعرف تحاليل الهرمونات يا ندى اللي اتعملت ليكي شكلها ايه. 2 الزوج يا ترى عمل تحليل سائل منوي ولا ما عملش. الخطوه رقم 3 لو انا وصلت لسنه يا ندى وما حصلش حمل لازم اعمل اشعه على قناه فالوبلي اشعه بالسبع. خطوه رقم 4 يا ترى انا عملت فحص عنق رحم ولا لا، وقالوا لي اذا كان عندك التهابات ولا. من الحاجات المهمه قوي يا جماعه وعايز ااكد عليها لجميع مشاهدي قناه الرحمه واحنا قاعدين كده بندردش مع بعض، احنا دلوقتي بنهتم بحاجات مهمه قوي يا جماعه، حاجه اسمها اهميه منطقه عنق الرحم بالنسبه للانجاب. في الدور بتاع الجزء ده مهمل تماما من ان هو موجود، يعني لما نيجي نتكلم يا جماعه على تاخير الانجاب ده شابتر كتاب كده، والكتاب ده فيه 1 2 3 4 5 تلاقي شابتر صفحه يعني نقول عليه فصل كامل موجود في الكتاب بيتكلم عن عنق الرحم وتاخيره في الانجاب. ما حدش بيهتم بالكلام ده خالص وبيعتبر الكلام ده انه عشان اهرب منه خلاص عشان العيان ما يتضايقش العيان ما يزعلش، لا في حاجات مهمه جدا لازم ابقى عارف اهميه فحص عنق الرحم للكلام ده. فانا ما اعرفش عنق الرحم ده فيه اي حاجه ولا لا، ما اعرفش الفحوصات الهرمونيه اتعملت ولا لا، تحليل السائل المنوي والزوج اخباره ايه، لو تمنا سنه يا ترى لازم نعمل ايه اشعه على قناه فالوب. بالنسبه لمدام ام يمنى سالتني قالت لي والله انا مركبه لولاب بقى له 6 شهور وبتقول والله ان بقى لها سنه ونص، السنه ونص حطت لولاب 6 اشهر وشالته وبعدين بقى لها سنه ونص بتشتكي من موضوع الام شديده والتهابات متكرره. وعايز اوصف لك حاجه مهمة، انت الوصف اللي وصفتيه دلوقتي والكلام اللي حكيتيه ده كلام 100% حضرتك من يعني من غير ما اشوف سيادتك حضرتك عندك حاجه اسمها كرونيك اندوسيرفيسايتس، عندك التهابات في عنق الرحم الداخلي. حضرتك التهابات عنق الرحم الداخلي دي مش شرط تبان بالكشف او الفحص بتاع السبيكولوم، يعني حاجه اسمها المنظار، كشف المنظار بتاع عنق الرحم، لان الالتهابات دي احيانا بتبقى في حاجه اسمها الاندوسيرفايكال كانال في القناه بتاعت عنق الرحم، وده معناه ان حضرتك محتاجه. الكلام ده طبعا ممكن يتشخص بالسونار، بيبان حاجه اسمها نابوسيان فوليكل جوه السيرفكس، يعني بيشوفها الدكتور بتاع النساء اللي هو فاهم شويه فيقول لك اه والله لا ده عنق الرحم من جوه فيه شويه التهابات، بغض النظر على ان الاكتو سيرفكس اللي هو الفحص الخارجي لعنق الرحم سليم او لا. ومن هنا انت كنت قلتي لي تقريبا المهم ان انت تروح تكشفي جزء يقول لك عندك قرحه، جزء يقول لك لا ما عندكيش. هي القصص كلها فعلا مش شرط ان الاكتو سيرفكس اللي هو عنق الرحم الخارجي انه يبان قدامك ان هو متقرح، لا ده ممكن السونار يبين لك ان الاندو سيرفكس مليان حاجه اسمها نابوسيان فوليكل، يعني معبي سكريشنز بافرازات، وده معناه يا ام يمنى الوصف اللي وصفته لي حضرتك عندك حاجه اسمها التهابات شديده في عنق الرحم الداخلي. عشان حضرتك تستريحي من الالام ديه لابد حضرتك ان انت تروحي لحد وتشوفي انت محتاجه حاجه اسمها كيل عنق الرحم الداخلي ولا لا، ولازم ده يتعمل يا ام يمنى، لان انت مش هتستريحي ولا بطنك هتستريح ولا هتحسي ان الالام الشديده اللي انت بتشتكي منها سواء في الحياه العاديه او في الحياه الزوجيه بتشتكي منها، انما هي سببها القصه اللي انت حكيتيها لي دلوقتي. يبقى ده ام يمنى ده التهاب شديد في عنق الرحم وده غير قابل للجدال يعني. بالنسبه لمدام امه الله اللي هي عندها 40 قالت امه الله سالتني سؤال قالت لي والله انا دلوقتي هل بعد سن ال 40 مستحب اخذ الحبوب او مش مستحب اخذ الحبوب؟ والله يا امه الله في نقطه انا كنت اتكلمت عليها وقلتها بوضوح قوي يا جماعه، في حاجه اسمها اي وسيله لوسائل منع الحمل لازم يكون العيان اسمه مناسب لهذه الوسيله، يعني لازم المريض يقول لك ده ينفع له يتركب له الوسيله دي. عشان كده لما كنت بتناقشيني يا امه الله وبتكلميني على حبوب منع الحمل بتقولي والله لا انا عندنا واحده جنبنا وكانت نفسها عشان نفسها تجيب بيبي بوي ولد وبتاع ففضلت تاخد منشطات نتج عن كده ان جالها مشكله البريست بريست كانسر اللي هو سرطان ثدي وابتدى يبقى انتشر معاه سرطان الثدي في الجسم. اللي انا عايز اوضحه لك يا امه الله ان في عيان هو عنده حاجه في الطب اسمها بوزيتيف فاميلي هيستوري، يعني في حاجه اسمها التاريخ المرضي الايجابي في العائله. دي نقطه عندنا يا جماعه ليها اهميه جدا خصوصا في الموضوع اللي انت شرحتيه اللي هي حكايه البريست كانسر اللي هي حكايه سرطان الثدي، في حاجه اسمها بوزيتيف فاميلي هيستوري التاريخ الايجابي في العائله. في عائلات بيبقى عندها استعداد للانكولوجي استعداد للاورام، وفي عائلات عندها استعداد للجلطات بتاعت الدورات الدمويه، وفي عائلات عندها استعداد لوجود سكر وراثي.
وفي عائلات عندها استعداد لوجود ضغط وراثي، فده واحد من حاجه اسمها البوزيتيف فاميلي هيستوري. يعني احنا عندنا في الطب يا امه الله في حاجه اسمها التاريخ المرضي للعائله، يعني مش بس العيان هو قاعد قدامي، لا ده العيان هو قاعد قدامي اساله اختك اخوك عنده سكر، طب والدك عنده ايه، طب جاله سكر عنده كام سنه، طب كان بياخد له ايه. الكلام ده يا جماعه بنسميه في الطب حاجه اسمها التاريخ الايجابي للمرض. التاريخ الايجابي للمرض انا في وجهه نظري دي واحده من الحاجات اللي بتدل على ثقه للاطباء. يعني دايما لما تلاقي الدكتور باذن الله الكريم تقعدي مع حد كده وتلاقيه بيبتدي يسال العيله كمان فيها ايه، تبقي عارفه ان انت بتكلمي حد اورينتد فاهم هو بيسالك عن ايه. ليه؟ لان التاريخ المرضي للعائله ده معناه ان انا شايل الجينات الوراثيه زي بقيه افراد العائله، حامل جزء من هذا الكلام. فهذه المريضه اللي عندها بوزيتيف بريست كانسر مش شرط بقى يبقى في الام بتاعه، لا ممكن عندها بوزيتيف فاميلي هيستوري تلاقيه في الخاله في العمه وممكن ما تشخصش. اما بالنسبه اخذ الهرمونات عند سن 40 سنه غير مستحب اخذ الهرمونات، سواء حبوب منع الحمل او سواء كان منشطات للتبويض الا للضروره. يعني انا هنشط لحد عند سن 40 سنه انا مضطر عيان بعمل له حقن مجهري، مضطر عيان بعمل له اطفال انابيب، يعني عيان مضطر ان انا اديله منشط عند سن 40 سنه ولفترات قصيره اللي هي الفتره بتاعت ايه؟ بتاعت شغلي، فتره الشغل بس اللي هو الشهر اللي بشتغل فيه، انما ما ينفعش يبقى عمال على بطال هديله منشط. اما بالنسبه للمنشطات اخذ العقارات زي الحقن ملهاش ضرر بالفعل العنيف زي الكلوميد، لان الكلوميد ليه شويه انتي استروجينيك واستروجينيك اكشن، ودول بيبقوا ليهم حاجه اسمها تضاد بيعمل حاجه اسمها كاميوليشن يعني تراكميه لجرعه حاجه اسمها اي 1 في الدوره الدمويه. هنرجع تاني لأمة الله الاتصال اللي قلتيه. أمة احنا بنتكلم على ان البريست كانسر ده طبعا كلامك صح، اخذ الهرمونات والجرعات الكبيره ده غلط في سن متاخر طالما ان في تاريخ ايجابي في العائله. اما بالنسبه للوسيله المناسبه عن سن 40 سنه، لا الوسيله المناسبه طبعا هو ان انا بستخدم حاجه اسمها الاي دي، انضف حاجه في سن 40 سنه هو اللوب. بالنسبه كان في اتصال اخر من مدام ام عمر كانت بتقول ان عندها بقى لها سنه ونص برضو بتشتكي من الالتهابات والاضطرابات الدوريه بتحصل في الدوره الشهريه. طبعا برضو يا ام عمر هي بتقول برضو ام عمر يا جماعه الاتصال بتقول انا بقى لي فتره طويله سنه ونص وبروح احاول اتعالج وما بجيبش نتيجه. طيب في حاجات بقى يا ام عمر محطوطه في الطب لقصص دي. اول حاجه بالنسبه لحضرتك لازم تعملي حاجه اسمها باب سمير، لازم اعمل حاجه اسمها مسحه لعنق الرحم، ولازم اعمل حاجه اسمها فاجينال كلتشر سنسيتيفيتي اسمها فاجينال سواب اللي هي اسمها مسحه مهبليه. يبقى في حاجتين مطلوبين منك يا ام عمر. انا رحت لدكاتره كتير باخد علاج الاقي نفسي اتحسن شويه وارجع تاني وما بخفش خالص باستمرار. يبقى حاجتين موجودين، هل انا بعمل مسحه لعنق الرحم وسونار لعنق الرحم عشان خاطري واحد اطمن هل انا عندي التهاب شديد في عنق الرحم الداخلي ولا لا، اتنين بعمل حاجه اسمها باب سمير عشان اشوف اذا كان عندي في حاجه اسمها كرونيك اريتيشن يعني في سيلز اسمها حاجه اسمها سكويمس ميتابليزا تبقى موجوده في الخلايا بتاعه عنق الرحم، يبقى لازم اعمل مسحه لعنق الرحم واعمل سونار لعنق الرحم اشوف انا عندي التهابات شديده في عنق الرحم الداخلي ولا لا، لان احيانا يبقى عنق الرحم الخارجي سليم والعنق الداخلي هو ملتهب محتاج حاجه اسمها اندو سيرفايكال كوتري يحتاج حاجه زي الكي. خطوه رقم 3 اعمل حاجه اسمها فاجينال سواب اللي هي مزرعه مهبليه. مزرعه مهبليه بيتاخد الافرازات بتاعه المهبل وتعملها كالتشر وتعملها مزرعه ويتحدد ايه البكتيريا اللي موجوده وتموت بايه، وابتدي اخد العلاج ده افيشنتلي. ودايما لو في التهابات في منطقه المهبل او في عنق الرحم يفضل ان جزء كبير من العلاج ياخده الزوج في نفس الوقت، لانك لو خدتي علاج لوحدك من غير اخذ علاج الزوج يبقى ممكن ما يجيبش نتيجه، ومن هنا بيحصل حاجه اسمها كرونيستي. كرونيستي اللي هو المرض يبقى مزمن يقعد معاكي فتره طويله وتلاقي ما فيش استجابه لهذا الموضوع. معانا اتصال اخر ناخده وبعدين نكمل اجابه الاسئله اللي معانا يا جماعه. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا فندم علي صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنه وانت طيب. انا يا دكتور حضرتك يا دكتور متجوز 3 5 متجوز بقالك قد ايه؟ 3 5 اللي فات شهر 5 اللي من 3 5 اللي فات. ايوه فندم. 24 5 اللي فات. 24 5. ايوه دكتور. فحضرتك يا دكتور ان المدام لحد دلوقتي الدوره ما نزلتش عليها لحد دلوقتي. الدوره ما نزلتش عليها وهي قبل كده قبل كده كانت الدوره بتاعتها مظبوطه ولا لا؟ كانت مظبوطه يا دكتور. طيب وعملت لها اختبار حمل ولا لسه؟ عملت لها يا دكتور كذا اختبار وتعبت والله وزهقت. يعني عملت كذا اختبار ولقيت الاختبارات بتطلع سلبيه؟ ايوه يا دكتور غير سلبيه يعني في اقرب اختبار من قيمه 25 يوم بالظبط لقيت شرطه واحده والثانيه ايه شرطه زي الفتله الرفيعه كده. يعني لقيت الشرطة التانية باينة ضعيفة؟ ضعيفة خالص، ففوجئت تاني اكتشفت عليها عند دكتور هنا في سالم. لقيت قال لي مفيش. اداني علاج شريط حبوب قال لي عشان الدورة.
عشان يجيب الدوره، فروحت كشفت عليها عنده. حضرتك انا عندها كيس، عندها كيس ميه. طيب انا هسألك سؤال، انت عملت لها اختبار حمل في الدم ولا ما عملتش؟ لا يا دكتور والله. عملت لها اختبار اللي هو بتاع البول بس؟ بتاع البول بس حضرتك. لا 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 طبعا، لو هي دورتها مظبوطه قبل كده وبان شرطه والشرطه الثانيه خفيفه، حتى لو انت رحت كشفت بدري، السونار ما يقدرش يشوف اي حمل داخل الرحم الا اذا كان الهرمون اعلى من 1000 بالسونار الميبالي واعلى من 4000 او 5000 بالسونار اللي على البطن. فلا انت تعمل لها اختبار حمل في الدوره الدمويه، اختبار حمل في الدم، تاخد منها عينه الدم. تروح المعمل وتقول له اعمل لي اختبار حمل في الدم. ماشي يا دكتور. وان شاء الله باذن الله هتطلع حامل. تحت امرك فعلا، تحت امرك فعلا. معانا اتصال اخر، ندى من الفيوم. اتفضلي يا ندى. السلام عليكم. ندى من دمياط، اتفضلي يا ندى. السلام عليكم. عليك السلام يا ندى. معلش يا دكتور، كنت عايزه اسالك سؤال. انا متجوزه بقالي سنه ونص، وكنت حامل 4 شهور ونزل الاسبوع اللي فات. كنت حامل في 4 شهور والحمل نزل يا ندى؟ ايوه. نزل ايه؟ ايه اللي حصل يا ندى؟ معلش احكي لي. نزل عليا دم، ورحت للدكتور قال لي ان الجنين ما فيش فيه نبض وتوفى من امبارح ولازم ينزل. تمام. ندى وانت ما كنتيش بتتابعي في الحمل ده ولا تابعتي؟ لا كنت متابعه، بس كنت ماشيه على مثبت دوفاستون ووقفته. بس. انما ندى ما عملتيش اي تحاليل من ساعه ما حملتي من اول الحمل في الاربع شهور اللي فاتوا؟ لا. ما عملتيش اي فحوصات؟ لا. طيب بصي يا ندى، الحمل ده انت خلاص نزلتيه ولا لسه؟ ايوه نزل، نزلته من ما عملتيش اي تحاليل بعد كده تشوفي الحمل ده نزل ليه؟ عملتي ولا ما عملتيش حاجه؟ لا لسه ما طلعش. طيب بصي يا ندى، انا هعمل لي التحاليل اللي تعمليها، لو سمحتي سجلي الجزء بتاع التحاليل اللي انا هقولها دي وابتدي اعمليهم كلهم يا ندى. طب هو ايه السبب يا دكتور؟ لا اسباب كتير يا ندى، انا هجاوبك عليهم كلهم. ده انا ما انا هقول لك تحاليل كتير هتقول لك الاسباب. لا في اسباب كتير يا ندى، فانا هكتب الاسباب اللي هو هقولها لك دلوقتي كلهم، ولو سمحتي تعمليهم كلهم يا ندى. نكمل اتصال، كان معانا الاتصال اخر حاجه كنا بنتكلم عليها، كان الاتصال بتاع ام عمر، واتكلمنا على يا ترى الاضطرابات الدوريه بتاعت، طبعا في اضطرابات دوريه في الدوره الشهريه احيانا تحدث يا ام عمر من وجود الالتهابات. وكنا اتكلمنا مع عمر قلنا المسحه المهبليه، مسحه عنق الرحم، فحص العنق الرحم الداخلي سواء بالسونار، وده قلنا ان دول الثلاث حاجات مهمين قوي يا ام عمر لازم يتعملوا عشان خاطر القصه بتاعت الكورونيسي اللي هي بتاعت الالتهاب المزمن اللي معاكي بقاله فتره. وقلنا الجزء من الادويه لازم لما تيجي تاخديها لازم هياخدها الزوج في نفس الوقت عشان خاطر نضمن ان العلاج بقى للطرفين، لان احيانا علاج من جانب واحد والزوج ما بياخدش علاج ويطلع البكتيريا المسؤوله او الميكروب الموجود المسؤول، حاجه اسمها ترايكوموناس فاجينالس، ودي اساسا كمان بتتنقل للراجل وبتدي مع كل علاقه زوجيه ترجع لك الترايكوموناس وتفضلي تتعالج سنين بس عشان الزوج ما خدش معاك العلاج في نفس الوقت. نيجي بعد كده لمدام ايه، بتقول ان هي والله الحبوب بتاعت منع الحمل ما ريحتها، وبالنسبه للوب ما ريحهاش. اللي انا عايز اقوله لك يا مدام ايه، بالنسبه للحبوب بتاعت منع الحمل ممكن ما تريحكيش كبرشام، وان انت تشتكي من ان البرشام ليه بالنسبه لك اعراض وان انت حاسه ان انت تعبانه منه، انا معاكي واكد عليكي ان الكلام ده مظبوط 100%، لان انت ممكن تلاقي حتى في حبوب منع الحمل بتاعت الجيل الرابع اللي هي احدث حاجه، تيجي مثلا تلاقي عيانه لا والله دي بتستريح على الجينير، لا لا دي ما تستريحش الا على السيليست، يعني تلاقي سبحان الله كل بني ادم في حاجه معينه بتريحه عكس التاني، ما بيبقاش ايه كل الناس مع بعض. انما تكون ان انت مش مستريحه من حبوب منع الحمل ده اوكي. انما في حاجه عايز اقولها لك ايه، انت قلتي والله انا ركبت اللولب وما حسيتش براحه. عايز اقول يا جماعه نقطه مهمه قوي قوي قوي، اللوبس هي معلش هي قالت انا ركبت اللولب اللي هو بتاع الصحه وده ما ريحهاش، وانا في وجهه نظري هو ده السبب ان كان الكواليتي او الجوده بتاعت اللوب اللي انت ركبتيه عشان كده ما ريحكيش. انما صعب جدا مع الفاريشنز والكلام اللي موجود من انواع اللوبس اللي موجوده دلوقتي ان انت تلاقي ان مريض راكب حاجه وحاسس ان هو مش مستريح عليها بالمعنى الحقيقي، او يعني او ان الوسيله نفسها ما ريحتوش. في خطوات مهمه قوي، لو انا عايز اركب لوب احيانا اخلي المريض مستريح، يبقى واحد لازم اركب اللوب في الفتره الزمنيه المناسبه. يبقى اول خطا كل الناس بتقع فيه وتحكم على اللوب بسرعه هو الوقت. الوقت عامه معظم الناس بتستنى والله لا هي تمت 40 يوم تروح تركب اللوب، خطا قاتل. كان اساتذتنا ربنا يمسيهم بالخير يعلمونا دايما ما تركبش اللوبس على ال 40، كلمه تركيب اللوب على 40 يوم اللي الناس كلها بتعملها يا جماعه ده علميا رونج غلط. لان جميع الكتب الطبيه بتقول ان يبتدي الرحم نفسه يرجع لحجمه الطبيعي بعد فتره تعادل من 6 ل 7 اسابيع.
يعني بعد 42 ل 49 يوم بيبتدي الرحم نفسه يخش جوه البلفس او يرجع للسايز اللي هو ايه حملة الست عليه في الاول خالص. ادي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اتنين، اي بواقي دم موجوده لازم تديها فتره زمنيه اسبوع. عشان كده احسن فتره عشان تركب اللوب هو بعد 55 يوم. يبقى انت دايما تفكر تركب لوب على شهرين. يبقى انا لو عايز اركب لوب على شهرين ده يديني الفتره الزمنيه المناسبه. يبقى اول حاجه ايه الفترة الزمنية اللي ركبت فيها اللوب، لو ركبته بدري دي غلطتي. اتنين، لو ركبته وانا عندي التهابات دي الغلطة رقم اتنين. تلاتة، لو ركبته والفتل بتاعت اللوب كانت كبيرة، الخطوة رقم تلاتة. خطوة رقم اربعة، لو تركب اللوب وكان اللوب نفسه ككواليتي او كجودته لولا ابن حيسي مثلا كبر 380 كبير على انه يبقى محطوط داخل المنطقة بتاعت عنق الرحم، هيبقى نازل من عنق الرحم ويعمل لي ألم مزمن. اذا انا لازم اركب لوب كويس بمواصفات كويسه عند حد اونست او حد امين يبتدي يحط لي لوب يقعد معايا فتره يبقى انا مستريح عليه او مش مستريح يبقى الكلام واضح. كان الاستاذ سيد سالني سؤال على المايكرو لوت. طبعا المايكرو لوت ممكن من ضمن اعراضه الجانبيه فعلا يا استاذ سيد ان يحصل لبعض السيدات اللي هم جسمهم لا يتقبل البروجسترون ان ينزل عليهم من وقت للتاني نقط دم، وده الكلام مظبوط يا استاذ سيد. وعشان كده بنقول لبعض السيدات اللي بيحصل لهم المشكله دي مع المايكرو لوت ضعف الجرعه، يعني بدل ما بتاخدي قرص خدي قرصين في نفس الميعاد وامشي على الكلام ده لمده اسبوع هيترفع من عندك المشكله دي خالص. اما يا استاذ سيد بالنسبه لاحسن وسيله لمنع الحمل فعلا بالنسبه لقصص اللي هي الناس اللي بيجي لهم خلل هرموني، لو المدام عندها خلل هرموني مش هتقدر تستحمل تاخد حبايتين من الحبوب بتاعه المايكرو لوت، يبقى في هذه الحاله افضل وسيله لمنع الحمل بالنسبه لها تايمنج ان انا اركب لوب اركب اي دي. لان دايما بقول السيدات اللي ما بتجيش على وسائل الهرمونيه تبعد تماما عن القصه دي، او اللي عندها تاريخ مرضي في العائله لاي حاجه من الحاجات اللي قلتها من شويه تبعد عنها وتركب لوب احسن. مدام وفاء قالت لي سنه ونص وكانت الحاله الزوجيه مش منتظمه شويه والزوج كان تحليله فري ما فيهوش حاجه وكانت بتاخد سيدوفاج ودوبرجين، هي عملت بتقول هرمونال بروفايل ما عملتش عملت تحليل هرمون اللبن. لو سمحتوا يا جماعه لازم نعمل يا جماعه حاجه اسمها الفحوصات الهرمونيه، ده نفس الاتصال بتاع ندى بتاع دمياط وهقول الاتصال سواء لندى او سواء لوفاء. لو سمحتوا يا جماعه الفحوصات الاتيه لازم تتعمل، لازم الست ثالث يوم الدوره تعمل تحليل الاف اس اتش والال اتش وتعمل تحليل اسمه الاي 2. لازم الست في اليوم ال 21 من الدوره من بدايتها تعمل حاجه اسمها البروجسترون والبرولاكتين والتي اس اتش، وفي اي فتره من الشهر لازم اعمل توتال تستوستيرون وحاجه اسمها الهيموجلوبين السكري والجلايكوزيليتد هيموجلوبين. دي اسمها فحوصات الهرمونات. لازم اي ست في الدنيا تعمل حاجه اسمها فحص عنق رحم وتطمن ان مفيش التهابات في عنق الرحم. اشكركم وانا النهارده الحمد لله استمتعنا الحمد لله بالاسئله الجميله، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى نتقابل تاني إن شاء الله في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله.